كنا محتاجين هذا الفوز باش اللاعبين يدوا هذيك لا كونفيونس. شفنا اللاعبين عرفوا كيفاش يسيروا مجريات اللقاء، سجلنا في الشوط الاول، والشوط الثاني طلبنا باش اللاعبين ما يعاودوش يولوا للورا باش يحافظوا على النتيجه. كانت عندنا عده فرص باش نقتلوا المقابله، سجلنا الهدف الثاني، واللاعبين مشكورين على المجهودات اللي بذلوها اثناء المقابله. المقابله كي بدات كانت متكافئه من طرفين، يعني من الفريقين، الفريق نتاعنا شباب عين والساره وفريق شبيبة تيارت. ما ننساوش باللي احنا ما دخلناش في اولا في المقابله مليح في الاول، ومن بعد حكمنا روحنا، يعني الفريق بدا يحكم يتحكم في الكره، بدا يلعب، بدا يخلق بعض الفرص، خلقنا فرصه واحده نظن فرصتين في الشوط الاول، يعني بدينا المقابله في الشوط الثاني مليح، وزدنا كي زدنا تلقينا الهدف الثاني، هذا كان انهيار من الناحيه النفسيه للفريق تاعنا. المقابله جازت مليحه، وين اونكسينا بيت في 40 مينيت، دخلنا الفيستير مقلقين، وين لونترينور عاود كوراجينا، دخلنا حطينا بونو، لا غالب جاونا دي زوكازيون راطينا.